فيلي هجرت الفلبين قبل 5 سنوات إلى قبرص للعمل في مجال تنظيف البيوت والمكاتب، ولكنها فقدت نصف مدخولها بفعل الأزمة. أصحاب العمل الذين كنت أعمل عندهم بدوام جزئي طلبوا مني التوقف عن التنظيف إلى حين أن تسدد لهم المصارف مستحقاتهم، فحينها أستعيد عملي. زوجها لوكا سمكري يبحث الآن عن عمل بعدما صرف قبل 3 أشهر، وبدون أي بادرة أمل في الأفق سيعود إلى بلده الأم رومانيا برفقة طفلتهما. أما فيلي فستبقى في قبرص على أمل أن يتحسن الوضع. المشكلة ماذا سأفعل إذا لم أتمكن من تأمين الطعام؟ زوجتي فقط تواصل العمل ولا يمكننا البقاء على قيد الحياة هنا. ومع زيادة القيود على الحسابات المصرفية الكبيرة وتفشي البطالة، الأمور تتجه إلى الأسوأ على وقع تدابير التقشف الصارمة التي فرضت على مصارف الجزيرة. عشرات الآلاف من العمال المهاجرين يخشون على مستقبلهم، إذ أصبحت المساعدة في تدبير شؤون المنزل من الكماليات التي لا يمكن تحملها على نحو متزايد. حتى إذا لم تتغير السياسة سيتغير المجتمع، فإذا لم تتوافر الأموال لدى الأسر لإطعام أطفالها فهي لن تفكر في استقدام مدبرة منزل أو سائق أو مساعد في الحديقة من بلد آخر. الكثير من المهاجرين يقصدون قبرص بهدف إعالة أسرهم في الخارج، ومع ذلك يقول بعضهم في الآونة الأخيرة إنهم يعملون ساعات إضافية دون مقابل، ما يعيق إمكانية إرسال أموال إلى بلادهم. لا يدفعون المال ونعمل بدون مقابل. الآن يقولون لي كونك من أصول أسيوية وطالب لا يمكنك العمل، وطلبوا مني أن أترك عملي فورا. علاوة على ذلك، العمال المهاجرون من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يفقدون وظائفهم لا يحق لهم الاستفادة من تعويض البطالة، وإذا لم يتمكنوا من تأمين عمل آخر خلال 30 يوماً تصبح إقامتهم غير شرعية.